دكتور حسن، سريعا جدا، هي بالرغم من دور المصري القوي كوسيط بين المقاومة وقوات الاحتلال، إلا أنه بنشوف مزايدات على الدور المصري. بتشوف يا فندم تبرير هذه المزايدات دي إيه؟ هقول لك على حاجة، معلش، يعني هذا قدر الكبار، هذا قدر أن مصر هي دولة كبيرة، هي الدولة العربية الكبرى، هي الشقيقة الكبرى، هي التي ترعى أمور العرب جميعا. طبيعي جدا أن تتعرض مصر لكثير من المزايدات، ولكن التاريخ والوقائع ثابتة وتؤكد أن الدور المصري كان الدور الأبرز، وما يزال هو الدور الأبرز، وما يزال هو الدور الوحيد الذي من خلاله يمكن التوصل إلى تسوية لهذا الصراع. مصر هي دولة مفتاحية في منطقتها العربية وفي إقليمها وفي الشرق الأوسط، والكل يعلم ذلك، ولكن لن تخلو طبعا من محاولات التربص ومحاولات المزايدة التي تتحطم دائما على صخرة الحقائق والوقائع. بالتأكيد، لأنه بمنتهى البساطة يا دكتور حسن، يعني ما تقوم به مصر والدور اللي بتلعبه مصر وانطلاقا من دور الواجب، يعني مصر ترى أن هذا هو واجبها كدولة كبرى.